العقدة الحتاوية تستمر مع الشارقة وحامل اللقب يسقط في فخ التعادل على أرضه بعد التعادل بهدف لمثله أمام فريق حتى كان البادئ بالتسجيل عن طريق نيلتون بكرة مقصية جميلة، لكن ريسندي في الدقيقة 85 أدرك التعادل لابن عبد العزيز العنبري لينتهي اللقاء بهذا التعادل. لكن قبل الهدف الشرقاوي وفي الدقيقة 80 عبد الله العاجل يعود إلى تقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء في وجه ماهر جاسم ويلعب بعد ذلك حتى منقوصا.